انا عارف كل دكتور بيشتغل عندي، عارف كل ممرضه وكل تمرجي وكل عامل. مفيش اي حد انا ممكن اشك يعني في ذمته واقلق منه غير الجدع اللي اسمه صفوت عبد الوهاب ده. ايوه بس صفوت لازق في المستشفى الكبيره وملوش اي علاقه بالخيريه. انا ما قلت لشاهيناز انه انا مش قادره افهم انت استغربت ليه يا ستي. لا استغربت ولا نيله، زي ما تقولي بس كده ايه اتخذت يعني ايه. اخش مكتبك ما لقيكيش موجوده، والاقي خمس افنديه خواجات شكلهم مش عاطفي بالمره، فقلقت كده. لا يا حبيبي ما تقلقش، ده وفد من شركه كاليفورنيا جايين يتفقوا معايا على ماتيريال الانتبيوتيك اللي خدنا بيه موافقه من الوزاره. الله، طب ما انت كنت لسه عندهم من اسبوعين. شفت بقى الامريكان واخلاصهم في الشغل والدقه اللي بيتعاملوا بيها، رغم ان احنا اتفقنا على كل حاجه وده مش اول ديل يحصل ما بيننا، ومع ذلك لازم يجوا يتاكدوا بنفسهم من كواليتي كنترول قبل التصنيع، رغم ان المستهلك اللي هيستعمل العقار ده مصري مش امريكان. ايوه يا شريف، انت فين من الصبح يا اخي؟ انا عماله اتصل بيك ما بتردش. طب مش مهم دلوقتي، انا عاوزاك تشوف لي فيلا في كومباوند في اكتوبر او الشيخ زايد. الناس مش عايزين يقعدوا في اوتيل يا سيدي. وانت مالك؟ الله، هو انت هتفهم في شغلهم؟ يا هم معاهم ورق كتير ومعاهم اجهزه حساسه جدا، عايزين مكان خاص بيهم. ما ينفعش يا شريف، ايه اللي يخليني اوديهم التجمع الخامس وانا عايزاهم قريبين من الجيزه؟ اوكي، المهم بس تعمل اللي انا بقول لك عليه وبسرعه ارجوك. اوكي ماشي، يلا باي باي. طب مين اللي انت عايزاهم في الجيزه دول؟ الجماعه الاجانب بتوع؟ اي الفكره في الجيزه يعني؟ اذا كانت شركه الادويه في العاشر، ايه الحادثه دي؟ هم عاوزين يشوفوا الهرم وابو الهول والصوت والضوء والجو السياحي ده، فالطبيعي يعني ان احنا نقعدهم في مكان قريب من الجيزه. الجيزه؟ جيزه ايه يا سليمان؟ انا مش فاهمه حاجه. انا مسكت اول الخيط يا ملك. يلا بينا. طب اهدى بقى وفهمني يا ستي. افهم انا الاول وبعدين نتكلم. طب عشان خاطري حاول تكون ملك. انت مسكتيني اول الخيط وانا هسحبه بالراحه قوي، ولا هتغاشم ولا هقطع. الو، دكتور اسامه جرجس. ازيك يا دكتور؟ انا سليمان العريني، انت مسحت رقمي ولا ايه؟ ازيك يا حبيبي، وحشنا يا اسامه. اخبارك ايه؟ ايه اخبار امريكا على حسك؟ طيب الحمد لله. وازاي ولادك؟ ما شاء الله مارجريت بتتجوز. ربنا يسعدها وتفرح بولادها. بقولك حبيبي، انا مش عايز اضيع وقتك، بس انا عايزك في خدمه ضروري جدا جدا جدا. تعيش يا حبيبي، ربنا يخليك.
بص، في مقاطعة في كاليفورنيا اسمها دريم بالاس، عارفها؟ عظيم جدا. طيب انا هديلك دلوقتي عنوان لواحد اسمه مايكل روبن، مايكل جيفري روبن. انا عايز اعرف ايه بالظبط حكايه الراجل ده. انترنت ايه بس يا اسامه؟ وانا بسال على شاكيرا يا عم. ده واحد عرض عليا صفقه ادويه، عايز بس ابقى مطمن من ناحيته، افهم ايه خلفياته بتاع، مش عايز ابقى مجرور في موضوع مجهول، انت فاهم طبعا. عشان خاطر والنبي يا اسامه دلوقتي، this is very urgent. يا اسامه خليك جدع بقى، ده انت عليك 2000 جنيه من سنه 87. وحشنا يا حبيبي. طيب يا اسامه انا مستني. اوكي، مع السلامه. يا سيدي انا عارفه كل الكلام ده، ادخل في المهمه بقى يا خالد. خلاص يا عم العبقري، خلص الانفيتيشن بتاعك وادخلي الجروب، ولما تعملي سيت اب للبرنامج وتشوفي الفيديوهات قولي لي ايه رايك. اسطبه يعني ايه؟ من سيت اب. واسطبه ازاي ده؟ عادي يا دكتور، سطبه زي اي برنامج. نكست نكست بعدين. يا ميسا هو ملوش في القصص المعقده دي، يعني شوفي له اي حل تاني بعيد عن السوفت وير. ما ينفعش يا ملك، الفايل عليه سكيورتي جامد جدا. ايوه يا سليمان، اسمعني. خد نسخه من الفايل ده كله على فلاشه، وانا هفتحهولك لما نتقابل. المهم دلوقتي كمل السيرش بتاعك عشان ما تضيعش وقت، واوعى تخلي اي حد يحس بيك، بليز. يا ستي ما تقلقيش، قلت لك البنت موسى سافرت البلد عشان تشوف امها، وشاهد في اوضتها وانا لوحدي، ما توترنيش بقى. انا مش فاهم انت محطوطه قوي كده ليه؟ ايه ده؟ ليه كده يا خالد؟ ليه بيعملوا فيه كده؟ هو عمل ايه يعني عشان يعملوا فيه كل ده؟ لا لا لا، ده اصعب من الفيديوهات اللي فاتت كلها. ليه كده؟ عشان راقبوه على النت وعرفوا ان هو بيوجه دعوه لمقاطعه الانتخابات في كل الدوائر، وان هو كشف كل العاب الحزب والتزوير اللي بيحصل. قاموا ملفعين له تهمه واستفرادوا بيه في اوضه زي اللي احنا كنا فيها كده في المديريه، وقاموا مدين له الطريحه تمام اللي انشافها دي. كفايه يا خالد، كفايه، ارجوك انا مش قادره. انا معلش هقفل دلوقتي وابقى اكلمك بعدين. يلا سلام. ايه ده يا ماما؟ المصيبه اللي انت هتعمليها دي؟ هم دول الناس اللي بتتمسحي فيهم وعايزه تبقي واحده منهم؟ عايزه تبقي واحده من الوحوش دول؟ طب ما انا منهم يا فندم، دي دايرتي والمكان اللي انا اتربيت فيه. انا بس كنت اقصد اني محتاجه فتره اطول شويه عشان احقق التواصل ده. ربنا يخليك يا فندم، اهو بحاول اعمل اي حاجه تستاهل تقديركم ليا. حاضر يا فندم، هتصل بيه حالا. ها يا أسامة، معقولة وصلت الحاجة بسرعة كده؟ الله عليك. ها قولي بقى حكايته ايه بالظبط الراجل ده؟ انت متأكد يا أسامة؟ مش يمكن في لخبطة في الأسامي؟ هو مايكل جيف، وانت متأكد ان هو شغال مع الناس دي بالتحديد؟ دي مافيا يا أسامة. طبعا مافيا، بحوث طبية محظورة من 10 سنين وأكتر. طب أسامة أنا هرجع أكلمك تاني على طول. ماشي حبيبي، مع السلامة.
الله، ايه بقى الصدفة الجميلة اللي جمعت الأحبة كلهم كده من غير ميعاد؟ انتوا عارفين اللمة الحلوة دي ما حصلتش من امتى؟ من آخر خناقة بيني وبينك يا دكتور، قبل ما تهج وتسافر الغردقة. هي الدنيا كده بقى تلاهي يا دكتورة شاهي. انت معذورة، هتلاحي على ايه ولا على ايه؟ بس الله يكون في عونك، تطلعي على المستشفى ولا على مركز الأشعة ولا على شركة الأدوية ولا المراكز الخيرية ولا الانتخابات. رايح فين؟ لا لا، رايح أعيش شوية مع الحمام، كل واحد واتجاهاته بقى يا شاهي. ايه اللي حصل يا سليمان؟ طمني يا ستي. طمنيني انت الاول وشوفي لي ايه الملف اللي انا نقلته على الهبابه دي. انجزي الحوار ده بسرعه يا ميساء ارجوك. حاضر. معلومه ايه اللي عرفتها دي وما لحقتش تقولها لي؟ مصيبه يا ملك، مصيبه. مراتي بتتعامل مع جماعه امريكان، انا عارف نشاطهم كويس، وكنت كتبت من يجي 15 سنة كده بحث عنهم في مجال الإنجليزية. مش ممكن. وإيه نشاطهم دول بالظبط؟ فهمني. مش هقدر أتكلم عن أي حاجة قبل ما أتأكد بنفسي وأمسك الدليل في إيدي. وهتجيب الدليل ده منين يا سليمان؟ من مستشفى الرحمة اللي دخلتها جواهر. تاني؟ ما قلت لك ما ينفعش تدخل دلوقتي وتنكش في أي حاجة. يا ستي أنا مش لازم أخش وأنكش في أي حاجة، هنشوف لنا أي سكة تكشف لنا اللي بيحصل جوه من غير أنا مظهر في الصورة خالص. المهم دلوقتي بس علشان عندنا ترتيبات كتيرة، الوقت ضيق وشقة السيدة مرصودة بعيون شاهيناز. انت عندك استعداد تسيب عربيتك وتيجي معايا البلد يومين؟ انا عندي استعداد اروح معك في اي حتة. تمام. سليمان، انا افتكرت حاجة مهمة جدا. انت مش قلتلي انك روحت لصاحبك رئيس المباحث ده اللي اسمه عماد وسألته عني لما انا كنت في امن الدولة؟ ايه علاقة ده بالموضوع؟ ما هو ماسك نفس المنطقة اللي فيها مستشفى الرحمة. طب ايه رأيك نروح له كده ونحكي له الحكاية كلها على بعض ودي كده، ونطلب منه انه يساعدنا في كشف الحقيقة عشان مش ملك. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انت لسه ما فهمتيش اللي بيحصل حوالينا. السكيورتي اللي على الفاير رخم جدا يا ملك، هياخد وقت عشان يفتح. مش مشكلة، خدي وقتك وان شاء الله تبعتولي على الايميل. حاضر يا دكتور.